طبعا الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء استحدث تقرير مهم جدا. بيتكلم ايه في ايه هذا التقرير؟ بيتكلم عن احتياجات سوق العمل، ايه متطلبات سوق العمل، وبيعرض مجموعه من الوظائف. التقرير ده صدر امبارح، والملفت في الموضوع طبعا سواء في القطاع الخاص او القطاع العام او قطاع الاعمال العام، الملفت في الموضوع انه هذا التقرير بيركز او تلت الوظائف المطلوبه في هذا التقرير بتتطلب تعليم فني. ده بيشجع الناس اكتر طبعا، وكمان بيتطرق الى تحليل المهارات المطلوبه للمهن الحاليه والوظائف الشاغره في السوق المصري. في مؤتمر صحفي أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير الأول للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات، وده بحضور ممثلي الوزارات وعدد من الخبراء والمختصين. الحقيقة ده بيأتي أيضاً في إطار أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشاركة في إطلاق هذا التقرير بيعتبر هو الجهاز المسؤول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة المصرية في كافة الاتجاهات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية أو بيئية، في إطار نظام إحصائي متكامل، وذلك لعرض أهم المؤشرات الخاصة بإحصاءات العمل اللي هي بتوفر لي قاعدة بيانات بتشمل العديد من النقاط الهامة، في مقدمتها توفر أو تواجد نظام معلومات عن سوق العمل في مصر لدعم استراتيجية الدولة في مكافحة البطالة الحقيقة، وتحقيق معلومات أو بيانات أو متطلبات سوق العمل في مصر سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. المؤتمر تضمن مناقشة عدد من الموضوعات، منها عرض الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات، إلى جانب عرض حول إحصاءات العمل بين الموجود والمنشود، وكمان مناقشة أخرى عن التعليم الفني والمهني في مصر وتحديات سوق العمل. كان في طلب جامد على هذا النوع من البيانات في مصر، انه كانت ناقصه، ما عندناش بيانات عن المهارات. فمنظمة العمل الدوليه وفرت خبراء علشان يشتغلوا مع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء على ازاي اول حاجه نصمم الاستمارات اللي هي نقدر نجمع على أساس هذه البيانات، ودي استمارات صممت على مسح للمنشآت وأيضا مسح للأسر، وبالتالي يعني تصميم الاستمارة، كيف نحلل هذه البيانات لما تيجي من الاستمارة، وإزاي نصمم الجداول والنشرات التي بتطلع من هذه الاستمارة. فده كان حصل على مدار سنتين، إن احنا الخبراء اشتغلوا بطريقة يعني قريبة جدا مع الجهاز علشان نطلع هذا التقرير وهذا البيان. ويعني كانت يمكن مصر دلوقتي بلد فريدة في المنطقة العربية من ناحية ان هو البيانات دي موجودة ونقدر نوصل لها من هذه البحوث. أبرز ملامح التقرير النهاردة زي ما شفنا، إحنا شفنا الفجوة الكبيرة بين الوظائف الشاغرة بالقطاع العام والقطاع الخاص، ولقينا إن القطاع الخاص الوظائف الشاغرة فيه 98% والقطاع العام 2% بس. فالفجوة الكبيرة دي بتخلينا نركز أكتر زي ما اتجاهات الدولة والقيادات العليا نحو الاهتمام بالقطاع الخاص واحتياجاته، سواء من العمالة أو المستويات التعليمية المختلفة اللي بتخص العمالة أو المهارات اللازمة لهذه العمالة وربطها بمخرجات التعليم. التقرير يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد الواقع الإحصائي، وده بيفيد الشركات وأصحاب الأعمال إلى جانب طالب العمل في الاطلاع على المهن المطلوبة والمهارات الأساسية فيها. جرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.